ايضا في واحد من يعني من النجوم السابقين، نجم كبير وليه تاريخ كبير، وكان احد كباتن الفريق، الصخره. عارف الصخره الاول ولا؟ كابتن وائل الجمعه. كابتن وائل الجمعه. عارفه اكيد. اتفرجت على وائل الجمعه. اكيد اكيد. طيب من احسن المدافعين اللي جو في تاريخ مصر، يعني مدافع مساك ما شاء الله يعني. طيب كابتن وائل الجمعه حريص يعني، وعلي معلول ضيفنا النهارده موجود معانا، بيوجه لك رساله. تعال معانا نشوف الكابتن وائل الجمعه قال ايه عن علي معلول. السلام عليكم يا اسامه. السلام عليكم علي، ازيك؟ منور قناه الاهلي، بيتنا كلنا، وسعداء ان انت موجود في النادي الاهلي معانا، وما شاء الله متالق وقائد للفريق بدون شاره. عايز اقول لك احنا مبسوطين كلنا ان انت موجود في النادي الاهلي وبتدافع عن شعار النادي الاهلي زي ما احنا دافعنا كلنا عنه، واحنا مبسوطين ان انت معانا، وبنقول لك استمر، انت قائد للفريق بدون شارة، شخصيتك واضحة وقيادتك للفريق واضحة، ان شاء الله تستمر مع نادي الاهلي لنهاية عقدك باذن الله ونهاية مسيرتك في الكورة باذن الله اللي ما تنتهيش حاليا. انما حبيت اعبر لك عن شكرنا كلنا على اللي انت بتقدمه للنادي واخلاصك للنادي، وان شاء الله تحس بقيمة اللي انت عملته للنادي الاهلي بعدين باذن الله. النادي الاهلي جمهوره ما بينساش اللي اخلص له واللي اداله، ومره ثانيه احنا سعداء ان انت موجود معانا علي. شكرا. اكيد يعني نجم كبير، وكان واحد من كباتن الفريق الكابتن وائل جمعه، وقال كلام مهم جدا عن ضيفنا النهارده كابتن علي معلول. لا، رسائل تتغنى بها صراحه يا كابتن، يعني لما مدافع في قيمة كابتن وائل جمعة يقول عليك كلام كما هذا، ما يزيدك إلا شرف إنك تكون موجود في عائلة موسعة للنادي الأهلي. الصراحة واحد شرف ليه إنه ارتدى القميص بتاع النادي الأهلي، وعرف شخصيات ممتازة، وعرف لاعبين قدام ولاعبين حاليين في المستوى هذا، فهذا ما يزيدك إلا شرف إنك تكون موجود في النادي الأهلي، وتحاول إنك على قد ما تقدر تطول في المدة بتاعك في النادي الأهلي. ان شاء الله يا ربي تكون عند حسن الظن بتاعهم، وان شاء الله زاد هو نتمنى له يكون موجود في التحليل بتاع المباراه النهائيه الافريقيه ان شاء الله. ان شاء الله. حب الناس الكبير لعلي معلول بيخلي علي